مشاهدي قناة فوت كافي دي زاد، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة الكرة الجزائرية. بداية ما تنساوش صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو في موضوعنا اليوم أعزائي المشاهدين، إذا كنتم تشوفوا فينا وماكمش مشتركين، اشتركوا معنا في القناة باش تنضموا إلى عائلتنا ويوصلكم جديد القناة في كل وقت. وأنتم أحبتي اللي شاهدنا كل يوم، إذا رأوا يعجبكم الفيديو ديروا لايك أو إعجاب باش نعرفوا بأنه الفيديو راه يعجب عدد كبير من المشاهدين، هكذا نقدروا نديروا تحليلات للمحتوى اللي رانا نقدموه ونعرفوا يعني المستوى اللي رانا فيه اسكو نزيدوا نطلعوا في المستوى. هي أكيد لازم احنا كل مرة نحسنوا المستوى، لكن الأفضل باش يكون عندنا بيانات نقدروا يعني يكونوا نقطة انطلاق. إذن راح نتكلموا اليوم عن موضوع الدوري الجزائري والبطولة الجزائرية اللي تكلمنا عليها وتكلمنا عليها وتكلمنا عليها، لأنه في كثير من المرات واحد يجي يقول لك أنت فقط تهضر على المنتخب الوطني وما تهضرش على الكرة أو الدوري الجزائري. يا جماعة شوفوا الدوري الجزائري ما واش تهضر فيه؟ على من تهضر يا جماعة؟ ما كاش كرة قدم أصلا. هل الدوري نتاعنا يلعبوا في كرة قدم؟ تشوف فقط الفساد، تشوف السب، تشوف الشتم، تشوف كذا، وتشوف الناس تشري وناس تبيع وناس تطيح وناس تنوض، ومن بعد يخرجوا رؤساء في اخر الموسم يشتكيوا، ومن بعد في بدايه الموسم يشتكيوا، يشتكوا من البرمجه، يشتكوا من الملاعب، يشتكوا من اللاعبين، يشتكوا من الحكام، يشتكوا من الجمهور، المدربين قبل البطوله الفريق تلقاه يحضر بمدرب، قبل بدايه البطوله ذاك المدرب يروح ويجيب لك مدرب جديد في وسط في قبل بدايه الموسم يعمل مع مجموعه ما عملش معها كامل، ومن بعد يبدا مع اول ندوه صحفيه يولي يشتكي ويقول لك لاعبين وما مستوعي ومشينا جبتهم، ثلاث جولات ربع جولات النادي قيل ويزيد يجيب مدرب اخر، النادي ما يجي يكمل البطوله حتى تلقاه عنده ثلاث اربع مدربين، وهذا المدربين تلقاهم في الموسم يدرب ثلاث اربع انديه، يعني خلطه تشكتشوكه في هذه البطوله لا تعرف اصلا اذا راهي تبدا ولا راهي تكمل. لكن هنا الامر الوحيد اللي تقدر تعرف به البطوله انه راهي في النهايه نتاعها هي الكولسه تاع التحكيم. نعرفوا أن هناك كولسة، نعرفوا هناك أمور تحصل في كرة القدم، لكن ماشي بالطريقة المفضوحة اللي شفناها. نحيي نادي اتحاد بسكرة اللي قدموا مباراة ممتازة جدا بنزاهة كبيرة جدا رغم كل الضغوطات، لكن قدموا مباراة، لكن للأسف الحكم نحرهم من الوريد إلى الوريد. هذا الحكم ما عندوش ضمير يا جماعة، أنا ما فهمتش هذو الحكام والله صراحة. الحكام اللي يسيروا مباراة، لأنه شوفوا الأخطاء اللي حصلت أخطاء متعمدة، اخطاء بطريقه متعمده. الفيديوهات راهم كاينين في الصفحه تاع القناه في الفيسبوك، ما كان نعاود نحطوهم لانهم يضروا القرب للامانه. والله كما قلت يوم امس قاسامه، والله العظيم قاسامه يخجل من هذه الاخطاء التحكيميه، قاسامه يحشم باش يشوف هذه الاخطاء. يعني احنا نسبوا الحكام الافارقه ونلعنوا افريقيا ونسبوا افريقيا، ولما نكونوا نتكلموا على افريقيا تتصور لي وهله اننا اوروبيين يعني في كرة القدم، نتكلم على كرة القدم في تسيير كرة القدم. إذا ولكن الحقيقة هو أنه الدوري نتاعنا وكرة القدم نتاعنا من أفسد الدوريات في إفريقيا، والله صراحة من أفسد. أنا نشوف الدوري المغربي والدوري التونسي والدوري التونسي شوية والدوري المصري، هل تشوفوا فساد مثل هذا؟ هل تشوفوا بالله عليكم فساد مثل هذا؟ هذا كله لما يرجع للإعلام المنبطح. يعني اعلام يتكلم على هذا الامر ما يتكلمش على هذا، حتى لو يتكلم بدبلوماسيه. يا جماعه هذه لازم تحقيق، لازم اونكاد، الامر ما يمرش بسرعه. المصاروه لو يصل عندهم امر مثل هذا رغم انه عندهم انديه ذات نفوذ كما الاهلي وكما الزمالك، لكن ما نشوفوش اخطاء تحكيميه كما المباراه تاع يوم امس. اخطاء فظيعه جدا، هدف حقيقي مرفوض، ضربه جزاء خياليه يمنحها للفريق تبارادو، وضربه جزاء حقيقيه يمنع منها فريق بسكرة. وين رايحين بها؟ عارفوا بعض الاطراف في الكره الجزائريه كلامهم مقدس، والناس تسعى وتجري باش تبلغ الرؤيه نتاعهم. يا جماعه انا نهضروا الصراحه، ما عنديش دبلوماسيه، اللي يحب يسعف يسعف. معظم اللي راهم يخدموا في المنظومه الكرويه الجزائريه الهدف نتاعهم هو ارضاء انسان. من الاخير يعني انت لما يخرج هذا الانسان في ندوه صحفيه ويقول لك بانه هذا النادي لازم نحموه، وهذا النادي هو شرف الكرة الجزائرية، أكيد الناس كلها الآن تولي تعمل لهذا الشيء. أين رئيس لجنة التحكيم؟ أين نائب رئيس لجنة التحكيم اللي هو المفروض حكم مونديالي؟ لما نشوفوكم في الاستوديوهات تتكلموا على النزاهة وتتكلموا على الأخلاقيات وتتكلموا تلعنوا في قساما وتلعنوا في غامبيا وتلعنوا في إيطو، والله العظيم وأنا أقولها من هذا المنبر، إيطو أشرف منكم جميعا، والله غير أشرف منكم.
ايطو رئيس الاتحاد ديالو يحصل هذا الامر في الدوري نتاعو ما يرحموش، ماشي غير ايطو، كل انسان فاعل في كره القدم نتاعو، لانه ما حصل يوم امس فضيحه. والاكثر من ذلك هو انه هذا النادي المانجر نتاعو قبل اسبوع يخرج ويهدد المنتخب الوطني ويتشوكر بكلامه على المنتخب الوطني ويقول لهم ما نعطيكمش اللاعبين، ما تديش اللاعبين وزيد تشري الحكام. هذه كره قدم؟ هذه كره قدم؟ يعني هو الفساد كاين عدة أندية، لكن أن نتكلم لأنه نادي حب يسقط بهذه الطريقة، لا، ما حصل في الثورة فضيحة، فضيحة. يعني ولا مسؤول يزيد يغيظني بكل صراحة، بعيدا، لأن شوف يا جماعة، أنا أحترم كل الأندية، أحترم كل الأندية كاسم، لكن مسؤوليها ولا واحد نحترمه، من الآخر ولا واحد يستحق الاحترام. وقالها سرار، كامل عندنا طاش نوار في 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 القماج نتاعهم، سرار قالها رئيس، يعني عنده عده فترة مده من اللي راه يتكلم. زكرينيو يوم امس ولا يوم قبل امس تكلم كلام ناضت القيامه، واش راهو يهضروا هذا منا، واحد يقولوا هذا مدرب، واحد مسميه مدرب المساجين. لا يا اخي، هذا الشيء ما نشوفه في البطوله نتاعنا. الناس نعم، الناس تبيع لي ماتش، تبيع وتشري عادي، جاتكم بيزار. يعني الان لما تجي في ندوه صحفيه وتتكلم لي عن حكم افريقيا، اسمح لي مع كل احتراماتي، اي واحد لم يستهجن هذا الامر ما عندوش حق باش يتكلم على الحكم لما غدا يظلمنا، لانه كما تدين تدان. راك ساكت على الفساد في الدوري نتاعك اللي بين يديك، اكيد الناس جات تظلمك، هذه هي سنه الحياه، كما تدين تدان. ما تلعبوهناش ملائكه، ما تلعبوهناش منزهين، لانه كيما انت شايف روحك انك انظلمت لما الحكم ظلمك، او نادي الاربعاء كذلك عندهم لاعبين وعندهم مدرب وعندهم جمهور راهم يحسوا بالحرقه اللي حسينا بها في مباراه الكاميرون. هادو ما همش ناس، بسبب هؤلاء احنا رانا نظلموا، وبسبب هؤلاء ممكن نتعاقبوا، لانه هذا فساد، والسكوت عليه افسد، والسكوت عليه اظلم. ملايير 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 نضخوا فيها في البطوله وفي الدوري، والناس ماهيش لاقيه واش تاكل. من بعد مع التالي في فيديوهات في الفيسبوك كاين لاعب من اللاعبين تاع احد الانديه اللي تتلقى 100 مليار بدايه كل موسم يزربح في الدراهم في ملهى ليلي. علاش؟ حرام، حرام هذا الشيء، هذا الشيء حرام. لما يجي غدوه غصامه يظلمك ولا فلان يظلمك عادي، لان احنا تربينا في الفساد ونستنشق الفساد. ما نتهموش افريقيا الان بالفساد، لانه احنا الان من افسد الدول كرويا في افريقيا. والاكثر والادهى من ذلك هو اننا ساكتين، كاين فقط اعتقد قناه الهداف اللي تهضر طاي طاي، البقيه كلهم مباطحين وكلهم دبلوماسيين يتكلموا شادين الحصام الوسط. لا، كونك منطقي، كونك حقيقي. الفساد في كره القدم لازم يتحارب، لازم، اذا ما حاربناش الفساد ما درنا والو، لانه ما حصل فضيحه كبيره جدا، امر غير مقبول تماما يا جماعة. الآن خلاص راهي طاي طاي، الفساد رجع، بكري كان من تحت لتحت، بكري كنا نستمعوا ياحي يصرح، سرار يصرح، الرئيس تاع باتنا كيسب تاع عفوا ماشي باتنا تاع العنابة راح لي اسمه يصرح، يعني باش نعرفوا ونقولوا هاو الدليل. لكن الآن الفساد راه قدام عينينا، راه قدام عينينا، خلاص رجعنا يعني مستوى عالي من الدقة في الفساد. بعد نجي نتكلم على لازم نعس روحنا في افريقيا، واش تعس روحك؟ سقم البطولة، نقي نفسك، نقي روحك باش تقدر تقابل في افريقيا. اما انك مزبلها كامل بالفساد بعد تلعبها لراجل في افريقيا، اقعد في قولك. للاسف هذا حالنا، والله يصلح الاحوال، للاسف. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.